مرحبا. العربي اليوم هذا المساء سنتناول فيه ملفات إخبارية عدة، أبرزها وقفة مع التظاهرات في السودان مع مراسلتنا من الخرطوم، وأيضا ستكون لنا متابعة لآخر مستجدات المشهد الأوكراني. أما مع مراسلنا في طرابلس في ليبيا فسنتابع معه المشاورات التي قال فتح بشاغة أنه بدأها لتشكيل حكومته الجديدة. العربي اليوم يأتيكم هذا المساء السابعة بتوقيت القدس، الخامسة بتوقيت غرينتش، معي أنا نجلاء أبو مرعي على شاشة التلفزيون العربي، وبإمكانكم متابعة البث المباشر على قناتنا على يوتيوب.